الطريق إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله المصطفى الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تمضي الأيام المباركة لهذا الشهر الفضيل، وتتسابق سويعاته العطرة، ولم يبق منه إلا القليل، فلا بد أن نتدارك ما بقي من هذا الشهر المبارك ولو دقيقة، فما يدريك لعله أن يكتب أو أن يكتب عتق رقبتك في النار أو من النار في هذه الدقيقة. ثم ما بقي إلا خير الأيام وأشرف الليالي ونحن على أبوابها. وللحديث حول هذا الموضوع نستضيف وإياكم دائما من مدينة وهران ومن مسجد الأمير عبد القادر فضيلة الإمام الأستاذ الرئيسي الشيخ عبد الرحيم بن جبور. فمرحبا بك شيخي الفاضل. مرحبا. سيدي، رمضان هو موسم للتجارة مع الله، وفيه نجد أن الصائمين فيه بين مستثمر ومقصر. السؤال الذي نطرحه: لماذا نجد الكثير يقصر في هذا الشهر من بدايته؟ الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وارزقنا شفاعته يوم الدين، واجعلنا يا ربي من حزبه المفلحين. ثم أما بعد، أستاذ الفاضل الشيخ الكريم سي محمد، بما لا شك فيه أن كل مسلم سواء كان كبيرًا أم صغيرًا، ذكرًا أم أنثى، عالما أو غير عالم، يدرك ويعرف أن شهر رمضان من الشهور المفضلة، خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص لا توجد في غيره من الشهور، فهو شهر القرآن، وشهر المغفرة، وشهر التوبة، شهر القبول. ومع علم كل مسلم بهذه الحقيقة وإدراكه لها، إلا أنه في تعامله معها في الواقع نجد أن المسلمين أصنافا في تعاملهم مع هذا الزمن الذي كما ذكرت هو زمن للتجارة مع الله. في تعامل المسلمين في هذه السوق التي يتاجرون فيها مع الله يختلفون، فتجد فيهم المستثمر العاقل الذكي اللبيب، تجده يتعامل مع رمضان وكأنه سوق تجارة يربح فيها أكثر مما يربح في غيره من المواسم، كما يتعامل التاجر الذكي في أمور الحياة، يغتنم المواسم والفرص لكي يزداد في تلك المواسم من ربحه.
كذلك المؤمن الذكي العاقل الكيس يستثمر في شهر رمضان. ونجد صنفا آخر وهو عكس هذا الصنف الأول، تجده يقصر لأنه يظن أن رمضان شهر النوم وشهر الأكل وشهر الشرب وشهر اللعب، وربما خاصة بالنسبة للنساء ولغيرهن شهر المسلسلات وشهر الأفلام وشهر، حتى إن بعض التلفزيونات الخاصة تخصص ملهيات للصائمين في هذا الشهر المبارك. فهذا النوع المقصر كذلك هذا عليه أن يتدارك. كما هناك نوع آخر كذلك، ذلك الذي يبدأ رمضان بنشاط وبهمة وبعقد العزم على أن يستثمر فيه، لكن ما إن تمر الأيام الأولى خاصة العشر الأول أو العشر الثانية حتى يدركه الفطور، فتجده ذلك الذي كان يصلي التراويح مع الجماعة في المسجد ربما يصبح يصلي العشاء وينصرف، والذي كان يصلي العشاء ربما لا يأتي إلى المسجد ويذهب إلى المجالس. فهؤلاء المقصرون الدافع لهم في الغالب قلنا الصنف الثاني الفطور. الصنف الأول الذي يجعله يقصر هو مع معرفته، لكن مع ذلك فيه نوع من التهاون بمعرفة قيمة الزمن، بمعرفة قيمة الوقت. ولذلك كان العلماء المربون يقولون أن المسلم ابن وقته، ابن وقته بمعنى أنه يقدر لكل وقت ما يستحقه ذلك الوقت. ورمضان خاصة هذا الشهر المبارك الشهر الفضيل هو كما ذكرت شيخنا الفاضل هو موسم للاستثمار بالتجارة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أدركه رمضان ولم يستثمر فيه خسر، يعني إذا من أدركه رمضان ولم يغفر له ولم يعتق من النار ولم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مثل ذلك التاجر الذي جاء موسم التجارة ولكنه لم يتعامل فيه بالبضاعة الرائجة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا. يعني كما نحن في لعلنا اليوم إن شاء الله تعالى وهذه الليلة تكون أول ليلة من ليالي العشر الأخيرة وزبدة هذا الشهر الفضيل، وكما أسلفت وذكرت شيخي الفاضل الكثير من الصائمين مقصرين في ما مضى من هذه الأيام، فنصيحتك للمشاهد الكريم وللصائم الذي فرط وقصر وضيع كيف له أن يستدرك ما قصر في أوله؟ الحمد لله، من فضل الله سبحانه وتعالى علينا خاصة في هذا الشهر الفضيل ونحن مقبلون على العشر الأخيرة منه، من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل العشر الأخيرة فيها ما ليس في غيرها من قسيميها اللي هي العشر الأولى والعشر الوسطى. ففي العشر الأخيرة فيها ليلة القدر، فيها تختم بالعيد، تختم بصدقة الفطر، تختم بصلاة العيد. فلذلك يمكن لكل من قصر في ما مضى يمكنه أن يتدارك وزيادة، أن يتدارك وزيادة. فالذي كان مثلا الذي صام أولا تدارك، اسمح لي شيخنا، تدارك أول ما يكون هو بأن يحاسب نفسه، بأن يرجع إلى نفسه ويحاسبها على التقصير، لأن الذي لا يحاسب نفسه ولا يعترف بتقصيره لا يمكنه أن يتدارك. فالذي يتدارك هو ذلك الصائم أو الصائمة الذي يحاسب نفسه على ما فرط في ما مضى من شهر رمضان. هذه المحطة الأولى التي يجب أن يقف عندها حتى يمكنه التدارك. ثم بعد ذلك حينما يشعر ويحس بالتقصير ويحس بأن موسم الخير قرب من الانتهاء ويستحضر أنه ربما يأتي رمضان القادم وهو ليس على وجه الأرض بل هو في بطنها، ليس على حيا وإنما يكون قد لقي ربه سبحانه وتعالى، إذا استحضر هذه الأمور وعاشها واستحضرها في قلبه
من هنا ينطلق التدارك، ينطلق التدارك. إذا كان مقصرا في صيامه مثلا لا يصوم على الوجه الكامل، يعني كان يصوم يعني بطنه، ينتقل إلى صيام البطن وصيام الجوارح وربما صيام القلب، فيتدرج يعني ينتقل من ذلك الصيام الذي يصومه كما قال علماؤنا أبو حمد الغزالي وغيره من صيام العوام أو العموم إلى صيام الخصوص أو صيام خصوص الخصوص. ثم هذا من حيث الصيام، صيام عن الأكل والشرب وصيام الجوارح وصيام القلب والعقل عن التفكر فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. كذلك فيما يتعلق بالصلوات، يحافظ على صلواته، يؤديها في أوقاتها ومع الجماعة إذا استطاع. بالنسبة كذلك لصلاة التراويح يحاول يعني يحضرها مع الإمام في المسجد مع الجماعة، ويضيف إليها إذا استطاع شيئا من التهجد في الليل قبل صلاة الفجر. في الصدقات كذلك إذا قصر في إطعام الصائمين وفي إعانة اليتامى والمساكين والأرامل والمحتاجين كذلك يحاول أن يتدارك كل هذه. إذا كذلك قصر في قراءة القرآن الكريم يحاول أن يقرأ القرآن الكريم إذا كان متمكن من القراءة، إن لم يتمكن على الأقل يستمع إلى المقرئين، والحمد لله موجودون وبكثرة وقراءتهم تجلب الخشوع. إذا مثلا في ذكر الله سبحانه وتعالى يكثر من الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى وعد المستغفرين، وعدهم بأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يكفر عنهم سيئاتهم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. فإذا استدرك هذا الذي فرط وضيع في بداية رمضان، إذا استدرك بهذه التي ذكرتها وبغيرها، بصلة الرحم، بعيادة المرضى، باتصال بأهله، بالبر بوالديه، بإكرام جير، يعني كل هذا يدخل في التدارك، لأن شهر رمضان هو شهر وموسم تضاعف فيه الحسنات. فالعاقل هو ذلك الذي يحاول أن يستغل خاصة هذه العشر الأخيرة التي فيها فضائل كثيرة، وربما إخواننا المستمعون والمشاهدون يسمعون كثيرا من العلماء ومن المربين والموجهين والوعاظ والمرشدين ما يعلمونهم فيما يخص من فضائل هذه العشر الأخيرة. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. وشيخنا كأنه ينبه إلى هذه العشر الأواخر، لأن الكثير من الصائمين من ربما الأمهات والأخوات يجتهدون في صنع الحلوى وإلى غير ذلك ويفرطون، والكثير من الأباء والأمهات يجتهدون في شراء الملابس وإلى غير ذلك ويفرطون في أنفس هذه الأيام. فرسالتك واضحة شيخنا الفاضل، جزاك الله عنا خير الجزاء وبارك الله شيخنا سيدي محمد فيك. باختصار، نعم، بعض العلماء الموجهين ينصحون الصائمين خاصة فيما يتعلق بكسوة العيد والحلويات هذه أن يشتروها قبل رمضان، حتى إذا جاء رمضان تفرغوا لعبادة الله. ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين. آمين يا رب إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا الفاضل، جزاك الله عنا خير الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام، وأن يتقبل منا ومنكم القيام. يحشرني الله وإياكم وجميعا في زمرة خير الأنام سيدي ولدي عدنان عليه الصلاة والسلام. نستودعكم أو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأضرب لكم موعدا غدا إن شاء الله تعالى مع موضوع جديد وضيف جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلنا لا تخزنا
أياما إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.